مرحبا، إذا حابين تسووا ورود زي كده خليكم متابعين الفيديو ولا تنسوا تشتركوا في القناة. وصلتوا للمكان الصحيح ويلا نبدأ. ويا مرحبا، أول شيء عندنا الأدوات. أنا بستخدم آلة كريكت ميكر، ممكن نستخدم ما هي ونستخدم أي آلة تانية. بعد كده عندنا هذه الأداة، هذه الأداة أنا أخذتها من جرير ونقدر نلاقيها في أمازون كمان. وبعد كده عندنا ملقط، الملقط طبعا من شركة كريكت. وبعد كده حصيرة، ممكن نستخدم الخضراء أو الزرقاء كله ينفع، لأن الورقة أنا بستخدمه 150 جرام ل 250 جرام برضو. بعد كده عندنا كمان غير مسدس عشان لازم نلصق الوردة. دحين ححط لكم من فين أنا جبت الأوراق عشان تشوفوا شكلها، ويلا نبدأ. طيب أول خطوة نفتح برنامج كريكت ديزاين سبيس، بعد كده هنفتح جوجل. في جوجل هنكتب في البحث 3D flowers أو هنكتب rolled flowers. طبعا هذا لما نكتبه هيطلع لنا أشكال مرة كثيرة من هذه الأشكال، نحن هنحفظ الشكل اللي يناسبنا. طبعا اللي يكون فيه له أشكال كثيرة يكون أحسن. نحن هنجرب 3 أشكال من الورود اللي نحن اخترناه. هنبدأ عملية التفريغ طبعا وهنحفظه كقص. بعد كده هتبدأ الآلة تقص لنا هو. أنا سويت إن نزلت صورة واحدة، بعد كده عملت على كونتور، من الكونتور اخترت اللي هي الأشكال اللي أنا أبغاها، الثلاث الوردات. وبعد كده حنروح لعملية القص. طبعا نقدر نكبر ونصغر ورد زي ما نبغى. اللي أنا سويته في الكونتور إن أنا كنت أعمل لها دبل للصورة، وبعد كده أختار الشيء اللي أنا ما أبغى أخفيه، وبعد كده اللي أبغى أخليه، فيصير عندي دي الأشكال الثلاثة. بعد ما طلعت عندي وحطيت المقاس 7 سنتي زي أنا ما أبغى، حنروح لعملية القص. هرتبها في الأماكن اللي أنا أبغاها، وبعد كده حقول الآلة قصي لي هي. إعدادات القص اللي أنا اخترتها طبعا يكون كارد ستوك، واخترت كمان يكون 180 جرام اللي هو يسموه ميديوم كارد ستوك اللي اخترته. بعد كده حنروح احنا نحط الحصيرة وتبدأ الآلة تقص لنا هو. طبعا بهذا الورد نقدر نسوي أشكال مرة كثيرة، ونقدر نبدع ونسوي لوحات تجنن. حوريكم بعض اللي سويته، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتتابعوني في الأماكن الباقية، كله موجود تحت في الديسكريبشن. بعد ما خلصت الآلة القص شوفوا كيف قصت لنا هي. طبعا عشان انا حطيتهم كل واحدة لوحدة عشان كنت ابغى الوان لكل وردة عشان نعرف الشكل حقهم يكون مختلف. بعد كده خرجت اوريدي الوردات وسويت لكم 3 جاهزة، وبعد كده هنسوي مع بعض. دحين هذه الأداة طبعا اللي قلنا لكم اللي لقاها في امازون او جرير، مرة سهلة ان احنا هندخلها الوردة من النص لان فيها فتحة، وبعد كده هنبدأ عملية اللف. بعد ما نخلص لف نخلي الوردة تفتح زي ما هي لوحدها، وبعد كده نغريها من تحت عشان اثبت الوردة عندنا تثبت على شكل اللي احنا اخترناه. ودحين حنجرب اللي هو الملقط. الملقط اللي احنا هنسويه عشان هذا حق كريكت فهو العكس، ان احنا لما نضغط ينفتح، فحنضغط وحنفتح فتحة بسيطة، بعد كده ندخل الوردة فيه وحنبدأ عملية اللف. اللف حق الملقط حيكون بالطريقة هذه. ممكن كمان نلف الوردة بيدنا، بس شوية اليد تاخذ وقت اطول، فالملقط او الاداة التانية هم اسهل حاجة. ونفس الشيء بعد ما تخلص من اللف حنخليها تفك شوية، وبعد كده نغريها من تحت عشان تاخد شكلها. مرة لما تفك الورد يصير شكلها حلو. وبكده وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تعمل لايك وشير، تكتبوا لي كومنت، تشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات القادمة. مع السلامة.